صباح الخير مشاهدينا، كل عام وانتم بألف خير. وكاه شهر رمضان يطل علينا برحماته وبركاته وأيامه الجميلة ولياليه المباركة. ندعو الله أن يجعل فرحتنا في رمضان هذا العام فرحتين، فرحة الشهر الفضيل وفرحة بزوال الوباء يا رب العالمين. يتعدى صباحكم جميعا من جديد، وصباح الخير منيا وأحمد. صبحك الله بالنور طبعا غادة، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وكل عام وانتم بخير. بركات الشهر الفضيل تهل علينا إن شاء الله بالخير والبركة والمحبة والعافية للجميع، وزوال الوباء لننعم من جديد بحياتنا الطبيعية اللي يجب علينا بعد انتهاء الجائحة بمشيئة الله أن نعيد حساباتنا في كثير من الأمور، وإن شاء الله يكون هذا الشهر الفضيل بداية النهاية للجائحة. وتبقى التحية لزميلتنا منيا. صباحك الله بالخير. صباح النور لك أحمد، وصباح الخير لغادة، وصباح الخير لكل المشاهدين. نسعد بصحبتكم في هذا اليوم قبل بداية شهر رمضان المبارك. إن شاء الله يكون هذا الشهر خير عون لنا جميعا في مواجهة هذه الأوضاع الصحية بمزيد من الالتزام، وأيضا اللجوء إلى تلقي اللقاح لتسريع وتيرة التغلب على هذه الجائحة بمشيئة الله. فعلا نتمنى أن يهل علينا عيد الفطر السعيد وإحنا في وضع أفضل من اللي إحنا فيه، وهذا أمر مو بعيد لكنه يحتاج المزيد من الالتزام. طبعا اللهم آمين يا رب أن تزول عنا هذه الجائحة. أولى فقراتنا مشاهدينا الكرام راح نبتديها مع زميلنا ضرار العلي وأخبار الطقس. صبحك الله بالخير ضرار. صباح الخير وصبح بالخير على المشاهدين الكرام. لاحظنا يمكن أمس نشاط في الرياح مع أمطار كانت رعدية على بعض المناطق، يمكن وصلت سرعة الرياح أمس في غرب دولة الكويت إلى 100 وأكثر من 120 كيلومتر، وأيضا انخفضت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة وأيضا الأمطار اللي كانت الرعدية، سجلت يمكن 5 ملي في بعض المناطق خاصة الغربية. لتفاصيل أكثر حول الطقس المتوقع اليوم والأيام المقبلة لا تابعونا بعد هذا الفاصل. صباح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام مرة ثانية. والطقس الحالي في مدينة الكويت حاليا طقس غائم مع أمطار خفيفة متفرقة، أيضا الرؤية الأفقية شوية منخفضة 8 كيلو حاليا في مدينة الكويت. لاحظوا ياكم الشاشة الخارجية طقس غائم، وأيضا البحر خلينا نقول يمكن معتدل على الشواطئ، وأيضا الرؤية الأفقية شوية 8 كيلو، لكن في بعض المناطق الرؤية ممتازة أكثر من 10 كيلو. أما الرطوبة النسبية حاليا فتقريبا تتراوح ما بين 30 إلى 40% حاليا، والرياح حاليا متقلبة الاتجاه إلى شرقية، سرعتها في مدينة الكويت تتراوح ما بين 7 كيلو، وهباتها قد تصل إلى 15 كيلو حاليا. أما الطقس المتوقع لنهار هذا اليوم بإذن الله فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق، أيضا يصاحبها نشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة. أيضا الرياح راح تكون جنوبية شرقية لكنها راح تتحول في وقت لاحق إلى شمالية غربية. الحرارة العظمى المتوقعة اليوم 32 درجة مئوية. استمرار الرياح الشمالية الغربية مساء اليوم بإذن الله راح تكون خفيفة إلى معتدلة، تنشط على فترات أيضا ما بين 10 إلى 45 كيلومتر في الساعة. تنخفض الحرارة الصغرى إلى 20 درجة مئوية. أما حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة فراح يكون خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 6 أقدام بإذن الله. المد الأول الساعة 12:10 من ظهر اليوم، المد الثاني الساعة 12:25 بعد منتصف هذه الليلة، والجزر الأول إن شاء الله الساعة 6:30 من مساء اليوم، وباكر الصبح إن شاء الله الجزر الثاني الساعة 6:40 صباحا. أما موعد غروب الشمس وأذان المغرب اليوم بإذن الله الساعة 6:12، أذان الفجر باكر بإذن الله الساعة 4:04، أما شروق الشمس باكر بإذن الله ففي الساعة 5:26. نيجي وياكم من الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة.
مثل ما قلت أنا شوي أن في فرص لأمطار متفرقة أيضا ما زالت في على دولة الكويت، لكن باكر متوقع أن يكون طقس غائم جزئي. أيضا تهدأ الرياح ما بين 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة، رياح شمالية إلى شمالية شرقية. درجة الحرارة العظمى المتوقعة باكر 34 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى 22 درجة مئوية. يوم الثلاثاء بإذن الله تعود فرص الأمطار المتفرقة، قد تكون رعدية على بعض المناطق. أيضا الرياح راح تكون شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة سرعة، تنشط على فترات، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء 32 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى 20 درجة مئوية. يوم الأربعاء في نشاط راح نلاحظه في الهواء، الرياح الشمالية الغربية راح تكون خفيفة إلى معتدلة سرعة، تنشط على فترات ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة. أما الحرارة العظمى المتوقعة 34 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى 22 درجة مئوية. كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن العودة إلى الزملاء لتكملة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. مشاهدينا نذكركم بأن الكيو آر أو الباركود الموجود على الشاشة حاليا تقدرون بمجرد المسح أنكم تنزلون تطبيق تلفزيون الكويت وأيضا إذاعة الكويت في الأجهزة الذكية سواء لمستخدمين الآيفون أو حتى نظام الأندرويد. باستطاعتكم تنزيل الأبليكيشن، تقنية عالية ووضوح أكثر وأيضا متابعة تلفزيون وإذاعة الكويت عن طريق هذا التطبيق. أكيد ونتمنى لكم إن شاء الله الاستمتاع بكل برامج تلفزيون دولة الكويت وأيضا إذاعة الكويت. بنروح معكم إلى المرور والطرق طلعنا عليها اليوم أكيد الرائد عبد الله أبو حسن، ضابط قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. يسعد صباحك رائد عبد الله ولكل هوا. بداية نصبح عليكم الخير وصبح عليك أختي زميلتي غادة وكذلك مشاهدين برنامج صباح الخير يا كويت. احنا حاليا متواجدين في احد الطرقات طريق الشيخ عيسى المؤدي الى المدينه. مثل ما تعودنا معاكم في كل يوم نتواجد في احد الطرقات لنقل الصوره الواقعيه والمباشره لاخواننا قاعدي المركبات، ونشاهد من خلال هذه الصوره الخارجيه كثافه المركبات بدات تزيد تدريجيا باتجاه المدينه، وهذا شيء طبيعي نتيجه استخدام العديد من قاعدي المركبات لمركباتهم وتوجههم الى مركز اعمال او مركز المدينه، وهذا شيء تسبب في ارتفاع الكثافه المرورية في أوقات الذروة، وكذلك بعض الطرق الأخرى اللي من أهمها طريق الملك فهد وطريق الغزالي وكذلك طريق الملك فيصل باتجاه المدينة. إلا أن هناك بعض الحوادث المرورية اللي قد تتسبب في الكثافة المرورية على الطرقات، ومن أبرز هذه الحوادث هو حادث أو تعطل الشاحنة على طريق الغزالي طائف السادس باتجاه الميناء. فنتمنى من إخواننا قاعدين المركبات أخذ الحيطة والحذر والانتباه والتعاون مع إخوانهم رجال المرور المتواجدين لتسهيل وتنظيم الحركة المرورية. إلا أن هناك بعض الملاحظات اللي تم تسجيلها في الفترات السابقة وخاصة لإخواننا ممارسي رياضة المشي في فترة ما بعد بداية الحظر الجزئي. للأسف شاهدنا الكثير من ممارسين هواية رياضة المشي يستخدمون أو يقومون في ممارسة رياضة المشي في الطرقات العامة، وهذا شيء مخالف للقانون، هذا شيء يعرض حياتهم للخطر. فمن الضروري على الإخوان اللي حابين هم يمارسون الرياضة هم يستخدمون الأماكن المتاحة لممارسة الرياضة منها الممشى وكذلك ممارسة الرياضة فوق الأرصفة المخصصة للمشاة، وعدم السير في الطرقات نهائيا حتى نتفادى الحوادث المرورية وغيرها من الأمور. لأن هناك في نفس هذا الوقت إخواننا من الأشخاص اللي يحملون التصاريح يستخدمون الطرقات ويقودون مركباتهم على الطرقات العامة، فبالتالي هذا الشيء قد تسبب في الحوادث المرورية وغيرها من الأمور. فبالتالي من الضروري على إخواننا
ممارسين الرياضة، الالتزام بالوقت المحدد وعدم استخدام الدراجات والسكوتر، والالتزام بالسير فوق الأرصفة المخصصة للمشاة وبعيدا عن الطرقات حفاظا على حياتهم وحياة الجميع. أتمنى لكم دائما السلامة والوصول آمن، والاستخدام الطرقات بعيدا عن الأخطار. أتمنى لكم الوصول إلى مقر أعمالكم. نرجع زملائنا بالاستديو استكمال بقية فقرات برنامج صباح الخير الكويت. سويت عزيمة؟ انتشر الفيروس بين أهلك وربعك بسبتك، هل الموضوع مستاهل على حساب صحة الناس؟ ترى الوقاية أولى. التزامنا مسؤولية وطنية. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ناخذكم في جولة سريعة مع أبرز ما جاء في الصحافة المحلية من عناوين هذا الصباح. نبتديها بجريدة الأنباء. الرؤية الشرعية تلتمس هلال رمضان اليوم. تسعى لتحقيق الريادة المستدامة للمجاميع والأفراد المهتمين بالعمل التطوعي. أمثال أحمد تثمن المباركة السامية للعمل التطوعي. جريدة الكويتية الصحة، 10 حالات وفاة و1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا. القصر كرمت 760 من المتفوقين عبر تقنية الاتصال المرئي. جريدة القبس، الدكتور محمد جمال ودكتور خليل إبراهيم أول جراحين كويتيين حازا على بورد باطنية السمنة الأمريكي، وذلك بعد اجتياز اختبارات الطبية بنجاح. وزير الصحة اللبناني يشكر الكويت أميرا وشعبا بعد تأمين تمويل لثلاث مستشفيات حكومية. جريدة الجريدة، طلبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يباشرون الفصل الدراسي الثاني عن بعد اليوم. انطلاق التسجيل المتأخر والسحب والإضافة لمقررات الطلبة. كلية الحقوق تحصد المركز الأول لأفضل مذكرة عن المدعي في التحكيم التجاري. يوسف الياقوت، المنافسة من البرامج الرائدة في صقل المهارات القانونية. جريدة الرأي، مراعاة لمقتضيات الإجراءات الاحترازية، بيت الزكاة إفطار الصائمين وسلال غذائية بدلا من الوجبات الجاهزة. 150 طالب من الكويت وأربع دول خليجية في مسابقة شوبان الخليجية السادسة. بهذا الخبر انتهت جولتنا في الصحافة المحلية. ننتقل معكم إلى الفقرة الرياضية مع الكابتن عبد الله العوضي. صباح الخير وحياكم الله متابعينا الأعزاء، وعودة مجددة للياقة البدنية. وبما أن في فترة الحظر هذا راح يكون شوية صعب إنك تروح النادي والجيم، بس أكيد تقدر تسوي التمارين في أي وقت أي مكان، تخصص لك وقت معين تسوي فيه التمارين وتستفيد. والتمارين اللي راح نسويها في هذه الأداة اسمها أداة الكتل بل. هذه الأداة أنا أعتبرها جيم كامل، تقدر تخليها في البيت، تقدر تسوي فيها جميع التمارين اللي تساعدك في تقوية كامل الجسم، تساعدك في بناء العضلات وحرق الدهون وتشوف نتائج حلوة. التمرين الأول في الكتل بل هو تمرين السوينج، وهذا التمرين مهم في تفعيل عضلات الهب هنج أو العضلات الحوض الهب، اللي هي عضلات عادة تكون ما تشتغل وايد معاك ولكنها مهمة جدا في الحفاظ على التوازن. في التمرين راح نطبق 10 تكرارات، وعلى طول بعدها ننتقل حق التمرين الثاني اللي راح يساعدنا على تقوية عضلات الذراعين. التمرين الثاني راح يكون تمرين الكيرل، مثل ما تشوفون ماسك انا الكتلبل، وراح احاول اشغل عضلات البايسبس وارفع من تحت لفوق، واحاول اخلي المدى كبير من فوق لتحت. وهذا التمرين ايضا راح نسوي فيه 10 تكرارات. على طول بعد التمرين الاول ننتقل هذا التمرين، وعلى طول بعدها راح ننتقل حق التمرين الثالث اللي هو ترايسب اكستنشن. ناخذ الكتل بل نفر له ورا، وراح نسوي تمرين الكتل بل ترايسب اكستنشن، وراح يركز على عضلات الذراعين خصوصا عضلات الترايسبس، وايضا راح نطبق 10 تكرارات على طول بعد اول تمرينين. يعني كلهم راح يصيرون 10 تكرارات، 30 تكرار خلينا نقول ورا بعض. الفكرة أن من تسوي التمرين بسرعة هذه وأيضا وراء بعض راح تشوف الهارت ريت يصعد، راح تشوف العضلات تشتغل بشكل فعال، يسمونه مثل ما نقول سوبر سيت أو التمرين المركب اللي يساعدك على تقوية كذا جزء من الجسم، وأيضا يساعدك في حرق الدهون.
وفي ختام الحلقة نبي نعطيك نصيحة اليوم اللي هي شلون أنت تنزل وزنك بأفضل طريقة ممكنة. أوكي. طبعاً في ثلاث طرق أنت تساعدك أنك تنزل وزن. رقم واحد أن أنت لما تأكل وجبتك اللي معتاد عليها حاول تخففها. أفضل طريقة أنك أنت توصل 80% من الشبع، يعني لا تشبع لدرجة التخمة أنك ما تقدر تتنفس، لا، من توصل 80% أو أن ممكن تصغر صحنك عشان هالشيء يضمن أنك أنت تأكل كمية أقل. هذه واحد. ثاني شيء شرب الماء يخليك تحس أن أنت ما تحس، يعني مجرد ما أنت تحس بالجوع مرات يكون مثل ما نقول جوع كذاب، يعني أنت يمكن عطشان ما تحس إنه بالجوع، فإنما تشرب ماء هالشيء ممكن يخليك يعني تشبع فترة طويلة أو يعني ما تفكر إنك تبي تأكل. ورقم ثلاثة نستبدل الأكلات اللي مثل ما نقول فاست فود أو شغلات اللي أنت تحسها لذيذة مثل اللي فيها سكريات عالية أو مالحة وايد، في شغلات طبيعية، يعني السكريات بدلها في فاكهة أو نبدل مثلا الموالح في شغلات مفيدة مثل البروتين، وهالشيء راح يساعدك انك تنزل وزن مع الوقت وتشوف نتائج طيبة. مشاهدينا، أقامت أمس الهيئة العامة لشؤون القصر حفلا افتراضيا لتكريم 760 طالب من المتفوقين والمتفوقات المشمولين برعاية الهيئة في جميع المراحل الدراسية للعام 2019-2020 تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد عبد الله الرومي، والذي يأتي استمرارا لعادتها السنوية بالاحتفاء بأبنائها من القصر. ومع هذا التقرير، برعاية كريمة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر الأستاذ عبد الله يوسف الرومي، حقيقة سعدنا في هذه الأمسية اليوم تكريم أبنائنا القصر المتفوقين للعام الدراسي 2019-2020. أكثر من 700 قاصر تم تكريمهم هذه الليلة بالحفل الافتراضي الذي أقيم على شرفهم هذه الليلة. اعتادت الهيئة الحقيقة في هذه المناسبات أن تكرم أبنائها القصر كل عام، لكن الظروف الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة حرصنا على إقامة هذا الحفل الافتراضي تكريماً لأبنائنا القصر في مختلف المراحل الدراسية. أكثر من 700 قاصر تم تكريم هذه الليلة، وتم توزيع الشهادات عليهم بصفة استثنائية إلكترونياً بواسطة رسائل نصية مباشرة لديهم. الهيئة الحقيقة في إطار برامجها التعليمية والتربوية تقوم بدعم أبنائنا القصر في مختلف المراحل، وتأتي هذه المبادرات الحقيقة بالشراكة مع وزارة التربية من خلال التعليم عن بعد، حيث قامت الهيئة الحقيقة خلال هذه سنة كورونا بدعم أبنائنا القصر بمشروع تربوي تعليمي لابتوب، استفادت منه الحقيقة أكثر من 1000 أسرة بمبلغ يصل إلى 380,000 دينار كويتي للأسر التي تنطبق عليها ضوابط المساعدات. هذه الشراكة الحقيقة مع وزارة التربية نقوم بحقيقة عمل البرامج التربوية التوعوية التي تفيد أبنائنا القصر في مختلف المراحل التعليمية. هذه الأمسية الحقيقة تأتي تجديداً لدور الهيئة ورسالتها الإنسانية والتربوية التعليمية التي تصب في مسيرة التفوق والنجاح لأبناء القصر. الحقيقة شكر موصول لكافة الفريق العامل في الذين قاموا بإنجاح هذه الأمسية الجميلة من إدارة الرعاية الاجتماعية الحقيقة وكافة فريق العمل الذين قاموا بالترتيب لهذا الحفل المميز. الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة ومعالي وزير العدل على رعايتهم لهذا الحفل، وإن شاء الله نلتقي معكم العام المقبل في حفلات التفوق إن شاء الله. طبعا احنا سنويا اعتدنا ان احنا نحتفل مع حق عيال المشمولين بالرعايه بتفوقهم ونحثهم ونشجعهم علشان يستمرون ويطلع لنا جيل واعي، جيل مثقف، جيل عارف شلون يخدم الكويت.
حرصنا هالمرة بالرغم من الظروف الصعبة اللي نمر فيها اللي هو ظروف كورونا إن ما نقطع هالعادة وإن نجهز لهم فعالية تكون افتراضية كجهة أولى اللي اتبعت هالطريقة وتواصلنا معهم تواصلنا مع الأسر كلها طلعنا تقريبا ب 760 متفوق ومتفوقة تواصلنا معهم في جميع المراحل الدراسية قدمنا لهم جوائزهم وهم موجودين في البيت طبعا شهاداتهم موجودين في البيت علشان نبين لهم ان احنا معاكم في كل الظروف احنا حريصين ان نحتويكم واحنا نكون لكم السند والعون بعد الله سبحانه وتعالى يكفينا فخر ان الحين المتابعين كانوا تقريبا 5300 وشيء تابعوا الحفل وبوجهة نظر من فضل رب الحفل كان ناجح متابعينا كانوا متواجدين معنا أصلا حتى الاتصالات ما توقفت الحمد لله كانوا مستانسين أن إحنا في ظل هالظروف ما نسيناهم مو ناسين نشجعهم على التفوق مو ناسين أن إحنا نمنحهم المكافآت اللي نعطيهم إياها كل سنة وللعلم أن حتى هالسنة كان عدد المتفوقين أكبر من كل سنة يا هلا بكم من جديد مشاهدينا وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهود كبيرة ومتعددة على أكثر من مستوى في عدة اتجاهات والحقيقة تضاعفت هذه الجهود منذ بداية جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات يا بنية بالتأكيد غادة بالطبع هذه الجهود المضاعفة تزداد أيضا مع إقبال شهر رمضان المبارك علشان شيء مشاهدينا راح نستعرض معكم اليوم أوجه هذه الجهود مع ضيفتنا الأستاذة هناء الهاجري الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية صباح الخير أستاذة صباحكم الله بالخير جميعا ومشاهدين الكرام يا حياة الله أستاذة هناء جهود حياتكم. كبيرة لقطاع التنمية المجتمعية على عدة مستويات واتجاهات صراحة نود أن نجمل بعض هذه الجهود وما تبعها من إنجازات على مدار الفترة الماضية يمكن بدأت جهود قطاع التنمية يعني وما زالت مستمرة حتى يعني مع بداية الجائحة وحتى الآن وهذه الجهود تمثلت في استمرار العمل في إدارة الدعاية الأسرية وذلك من أجل الحرص على استمرار صرف المساعدات ومن خلال طبعا تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين وإعطاء المستفيدين أيضا الموجودين خارج الكويت مدة استثناء لمدة 6 شهور تقدير للأوضاع إضافة إلى كان هناك في تعاون وتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبررات لدعم الجهود الحكومية خلال الأزمة طبعاً من عن طريق تجهيز المحاجر وتقديم المساعدات العاجلة فيها وكذلك إطلاق حملة تفزع للكويت وما قدمته الجمعيات الخيرية من دعم في المناطق اللي تم حجرها إضافة إلى استخدام الصالات الخاصة بتابع لوزارة الشؤون من قبل وزارة الداخلية وكذلك الجمعيات التعاونية لاستخدامها للمخزون الغذائي وطبعا الجمعيات الخيرية أيضا استخدمتها لإعداد السلال الغذائية التي كانت توزع آنذاك نعم أستاذ هناء مع إقبال شهر رمضان المبارك مثل ما سمعنا أن هناك مشروع لمتابعة جمع التبرعات وأحكام الرقابة عليها كذلك من خلال فرق متخصصة للمتابعة فليت تعطينا شيء من التفاصيل طبعا السنة هذه راح يكون عندنا المشروع 18 لشهر رمضان المبارك وبالفعل تم مخاطبة الجمعيات الخيرية راغبة في المشاركة وإعطاء الموافقة لجميع الجمعيات الخيرية والمبادرات الراغبة في المشاركة في مشروعنا لهذا العام وطبعا هناك من طبعا لمتابعة العمل الخيري نعمل وعملنا على تشكيل 6 فرق بالتعاون طبعا ما بيننا وبين وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العامة
طبعا اثنين منهم راح يكون متابعة ميدانية للأكشاك وآخر لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أن إحنا نراقب الإعلانات الغير مرخصة سواء كانت من أفراد أو من جهات. هناك أيضا فريق لمتابعة طبعا الرقابة ومع على نقابات الجمعيات أنفسها أيضا، والتأكد من الالتزام بجميع الأسس والضوابط، واللي منها طبعا أن حظر الجمع النقدي واستخدام وسائل الإلكترونية في عملية جمع التبرع. نعم أستاذ هناء، بالنسبة لمكتب الاستشارات الأسرية اللي راح يعمل خلال الشهرين المقبلين إن شاء الله، هل أتممت الاستعدادات الخاصة بالمكتب وآلية عمله؟ طبعا بالنسبة لنا إحنا تم تجهيز المكان للعمل كمركز الجاري. حاليا طبعا التنسيق مع بعض الإخوان من الدكاترة والمختصين طبعا امدادنا بخبراتهم في هذا المركز ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. طيب لو نبي نتكلم عن اهم الخدمات اللي قدمها القطاع لدعم الاسر المنتجه خصوصا استاذه هناء خلال فتره كورونا. يمكن بالنسبه لنا احنا يعني في الاسر المنتجه وخلال فتره كورونا عملنا على استخدام طبعا مثل ما انتم عارفين احنا نقدم دورات تدريبيه ودورات حرفيه للأسر المنتجه، ومن هذه طبعا حاولنا ان تكون هذه الدورات عبر الاونلاين. بداناها بدايه من شهر اكتوبر الماضي 2020 بعمل دورات للمدربين انفسهم الموجودين عندنا، وبعد ذلك طبعا ابتدينا وجاري حاليا ايضا يعني خلال الفتره الماضيه الى الان عمل العديد من الدورات التدريبيه عبر الاونلاين والبرامج ايضا الحرفيه. كان خلال الفتره يمكن الاسر المنتجه مثل ما انتم عارفين والحظر قمنا باستخدام الاونلاين ايضا صحيح. للتسويق ل منتجاتهم. نعم. إضافة إلى ذلك حاليا إحنا نعمل على إنشاء حاضنة في مدينة صباح الأحمد لتكون مركز للتسويق للأسر المنتجة. جميل جدا هذا الإنجاز، هذا الإنجاز الكبير والجميل. نتكلم عن مشاريع المبادرين، يعني هي مهمة جدا لفئة كبيرة من الشباب، كيف يتم التعامل معها أستاذة هناء؟ بالنسبة لنا في وزارة الشؤون طبعا إحنا يتم التعامل معها من جانبين، جانب القطاع التنمية وهو اللي يرتكز على الجانب التأهيلي التدريبي طبعا، والجانب الآخر اللي هو التسويق ويتم عن طريق قطاع الإخوان في التعاونية. بالنسبة لجانبنا طبعا مثل ما اتفقنا بالسابق للورش اللي نقدمها في مراكز تنمية المجتمع، هذه الورش طبعا متاحة لجميع والبرامج التدريبية الحرفية متاحة لجميع الجمهور يعني بدون استثناء. هناك أيضا لدينا مشروع من كسب يدي وهو مشروع قائم منذ أكثر من 20 عام ويتم من خلال طبعا وهو مستمر مع الأمانة العامة للأوقاف ويرتكز على تدريب السيدات المستفيدات من المساعدات الاجتماعية. إذا جانب أيضا عندنا حاضنة الأعمال بوتيك 33 هي المشاريع الصغيرة وتم إنشاء هذه الحاضنة أيضا لطبعا تسويق طبعا أو مثلا لخدمة المبادرين من الشباب. وهل هناك تواصل مباشر بين القطاع والجمهور سواء للاستفسارات أو حتى للشكاوى؟ بالفعل طبعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمفعلة طبعا من قبل القائمين عليها في الإخوان في إدارة العلاقات العامة. نعم قبل ما نختم معك أستاذة هناء، كيف يمكن للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية تحديث بياناتهم وشنو المطلوب منهم تحديدا؟ والله أستاذة يعني عموما بالنسبة لتحديث البيانات احنا الحين تم الربط خاصة في ما يخص المساعدات الاجتماعية تم الربط مع معظم الجهات اللي احنا نحتاج ان الشخص يراجع لها او المستفيد، وبقيت عندنا عدة طبعا
عدة جهات لم نربط معها طبعا لأسباب فنية. فلذلك يعني يقتصر الطلب على فقط الأمور يعني مثلا جهتين أو ثلاث جهات هذا بالكثير. نعم، كل الشكر لك ضيفتنا الأستاذة هناء الهاجري الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية. بنروح حق نجيب القحطاني، وينه وش عنده بعد الفاصل. في معلومة غير صحيحة منتشرة أن الأطفال لا يصابون بالكورونا، والأطفال حتى لو أصيبوا بالكورونا فالكورونا عندهم غير خطير. هذا الكلام غير صحيح، لأن الأطفال يصابون بالكورونا، وكثير من الأطفال يصابون بالكورونا ممكن يدخلون المستشفى، لا سمح الله يدخلون العناية المركزة بسبب هذا المرض. الآن ماذا نستطيع أن نفعل لوقاية الأطفال من الكورونا؟ أول شيء أن إحنا نقدر أن نحميهم بالإجراءات الاحترازية، أن ما يخالطون ولا إحنا نخالط ناس مصابين أو نذهب إلى تجمعات. الأطفال اللي عمرهم فوق 3 سنوات لازم يلبسون كمامة أو ماسك، يبتعدون عن الأماكن اللي فيها أخطار. يعني ما يصير إحنا نخلي الأطفال يروحون حديقة ويحتكون في الأطفال الثانيين في الوقت هذا، خصوصا في الموجة الثانية اللي إحنا فيها. طبعا بالنسبة للقاح بالأطفال لازم نتذكر أن اللي عمرهم 16 سنة فما فوق يستطيعون الحصول على اللقاح مثل الكبار. اللي عمرهم أقل من 16 سنة نتوقع إن شاء الله على الصيف أن اللقاح راح يتوفر لهم، وراح ترجع المدارس إن شاء الله تفتح بعد ذهاب الموجة إن شاء الله، وبعد ما تخف الموجة إن شاء الله، وبعد ما ينتشر استخدام اللقاح عندنا بالكويت. مشاهدي الكرام، صب عليكم الخير وصب على الزملاء على غادة وعلى منيا وعلى أحمد وكل من شاهدنا على الشاشة الفضائية الكويتية. مثل ما حنا عودناك في لغاتنا جولات، نحن اليوم موجودين في منطقة علي صباح السالم وافتتاح العيادة الثالثة لمكافحة الدرن في مركز علي صباح السالم الصحي التابع لمحافظة الأحمد. لكن ودنا نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. معنا الدكتورة عواطف الشمير رئيس وحدة مكافحة الدرن في وزارة الصحة. دكتورة صبحك الله بالخير ويعطيك العافية، ونقول لكم مبروكين على افتتاح هذه العيادة. صباح الخير وأشكركم على الحضور، ومبارك لجميع الأخوة المشاهدين بافتتاح العيادة الثالثة لمكافحة الدرن في مركز علي صباح السالم الصحي التابع لمنطقة الأحمد الصحية. دكتور عواطف، ودنا نتكلم عن يعني هذه العيادة الجديدة اللي تخدم يعني محافظة الأحمدي. شنو في هذه العيادة؟ شنو تتكون من هذه العيادة؟ حتى نعرفها للمشاهد الكريم بدل ما يتعنى إلى عيادات أخرى موجودة في مدينة الكويت أو محافظة العاصمة، هذه العيادة تكون قريبة حق أهالي محافظة الأحمدي. طبعا مع التوسع في تقديم الخدمات الصحية فكرنا أن احنا نوسع ونوفر خدمات أخرى لمنطقة الأحمد الصحية، لأنه كان من المتعذر سابقا أن الإخوان في منطقة الأحمد الصحية يقومون بالذهاب إلى يعني وحدة مكافحة الدرن الرئيسية عيادة المخالطين هناك في منطقة الصباح، فكان في بعد للمسافة. فإحنا فكرنا أن احنا نوسع في الخدمات بحيث أن نوفر لهم عيادة في منطقتهم تخدم جميع السكان في هذه المنطقة. لو نتكلم عن الخدمات دكتورة في هذه العيادة، عيادة مكافحة الدرن تقدم بالأساس فحص أو خدمات الوقائية للفحص ضد مرض الدرن، اللي هي مثلا خدمة فحص المخالطين اللي هو شخص مخالط معروف أنه خالط حالة مريض درن معدي، رقم واحد. رقم اثنين المشتبه فيهم، يعني أنه يكون الشخص عارف بالضبط أنه خالط شخص معدي أو أنه يكون مشتبه في إصابته أنه حس بأعراض، فيتوجه إلى العيادات. إحنا مثل نعتبر عيادة صحة وقائية، فممكن يحضر لنا بدون تحويل، يمكن يحضر لنا بدون موعد لعمل الفحوص الوقائية ضد مرض الدرن. دكتور لو نتكلم يعني شلون واحد يبين على أنه في هذا الشخص أو في مرض الدرن، لابد ان في بعض العوارض تكون تبين موجود ان هذا الشخص في مرض الدرن، فيكون يتفادى نفسه قبل لا يعني يكون فيه المرض يعني يكون في جسمه كله. لكن ودنا قبل لا يكون في هذا المرض حتى ان تكون في بعض العوارض الموجوده حتى نوضحها للمشاهد الكريم.
طبعا من الأعراض الكلاسيكية لمرض الدرن هو السعال أو الكحة لفترة تستمر أكثر من 3 أسابيع ولا تتحسن بأخذ أي أدوية أخرى. رقم واحد. رقم اثنين، هو مرض الدرن مو مرض جديد على أساس الناس تخاف منه أو ترهبه، هو مرض إحنا نسميه بالكويتي السل أو السلال، لأن الإنسان ينسل جسمه أو يضعف ويفقد الشهية مع تعرقات ليلية. أي شخص تظهر عليه هالأعراض، السعال لمدة لأكثر من 3 أسابيع، نزول في الوزن، تعرقات ليلية، يشك بإصابته بمرض الدرن. نعم دكتور، كذلك لو تعطينا فكرة عن عدد الحالات المسجلة لديكم، يعني المصاب بمرض الدرن في دولة الكويت. هي نحن نتكلم عن معدلات، ما نتكلم عن عدد حالات، نتكلم الحين المعدل واصل إلى 22 حالة لكل 100,000 من السكان، وهو معدل منخفض. وإحنا الحمد لله مرض الدرن من الأمراض اللي إحنا مسيطرين عليها، ويعني وبرنامج مكافحة الدرن برنامج ناجح بحيث إنه خفض هو عدد الحالات، بس طبعا مع الاستمرار مع عمل الفحوص الوقائية والاستكشاف المبكر. دكتورة، نقدر مثلا يمكن منع هذا حدوث هذه العدوى أو انتشارها بين الناس مثلا، هل في مثلا إجراءات معينة؟ طبعا أول إجراء لمنع العدوى هو فحص المخالطين. إذا الشخص عرف عن نفسه أنه هو مخالط لحالة درن معدي عليه بالقدوم حالا وعمل فحص المخالطين وأخذ العلاج الوقائي اللي لازم الأمر، لأن فئة المخالطين هي أكثر فئة من معرضة لانتشار مرض الدرن. فإذا احنا سيطرنا على فئة المخالطين احنا طبعا، والأشياء الأخرى هي الاهتمام بالصحة العامة، عدم التدخين، الحفاظ على صحة جيدة، الاهتمام بكل الأشياء الإجراءات الصحية طبعا، والابتعاد عن التجمعات، لبس الكمام، هذه هي كلها إجراءات وقائية تحمي من الإصابة بمرض الدرن إن شاء الله. الدكتور عواطف الشمري، رئيس وحدة مكافحة الدرن في وزارة الصحة، نتحدث عن جهود قطاع الصحة العام في مكافحة الدرن، وما هي الخدمات الوقائية التي تقدمها لمكافحة الدرن؟ طبعا مرض الدرن مرض معدي، وجميع الأمراض المعدية يكون قطاع الصحة العامة يبني عليها استراتيجيات، يخطط لها استراتيجيات وخطط لمكافحة هذه الأمراض. طبعا مكافحة الأمراض المعدية تقوم على جزئين، جزء اللي هو التحصين أو التمنيع اللي هو أخذ اللقاحات المخصصة للأمراض المعدية، رقم واحد. رقم اثنين هو الاستكشاف المبكر. الاستكشاف المبكر استهداف الفئات عالية الخطورة للمرض المعين والقيام بعمل فحوص مبكر لها. طبعا لما نتكلم عن مرض الدرن والفحوص المبكرة، راح نتكلم عن فحوص مبكرة لفئات مثل العمالة الوافدة، فئة مثل متداولين الأغذية، فئة مثل سائقين سيارات الأجرة والموظفين، وطبعا المخالطين اللي تكلمنا وغطيناها. لو نتكلم دكتور نوضح للمخالطين مثلا في والمصابين في الدرن، حتى نوضح المشاهد الكريم للمخالطين اللي مثلا فيهم مرض الدرن ومخالطين يكونون. المخالط هو الشخص خالط مريض درن لفترة يعني طويلة تكون، ويكون اشترك معه في حيز من الهواء. طبعا التعريف هذا ينطبق على فرد من أفراد العائلة وعلى زملاء العمل. فإذا كان في فرد بالعائلة مصاب يعتبر أفراد العائلة مخالطين، أو إذا كان في زميل في العمل مصاب يعتبر زملاء العمل مصابين. هذول الأشخاص لازم يحضرون ويقومون بعمل فحوص الوقائية ضد مرض، اللي هي طبعا فحوص سهلة جدا، ويعني مثل ما تقول الإنسان لازم ما يتخوف منها. هي عبارة عن فحص أشعة على الصدر وفحص اختبار حساسية الجلد بالتبركلين. هل ينتقل دكتورة مرض الدرن من شخص إلى شخص آخر، أو أن في مثلا طريقة في يعني نقل أمراض الدرن من شخص إلى شخص آخر، حتى نوضح للمشاهد الكريم يتفادى هذا الشخص في مرض الدرن حتى يتفادى؟ طبعا مرض الدرن هو مرض معدي ينتقل عن طريق الهواء. فإذا مثلا شخص عرف أن في شخص آخر مريض، طبعا أول شيء بالإجراءات الوقائية هو عزل المريض المعدي. فالمريض الدرن المعدي لازم يعزل ويتم فترة عزلة لحين الشفاء، أو أنه يكون مو معدي على أساس أنه يختلط بالآخرين. فالشخص لازم ما يختلط بالناس اللي يكون عارفين أنهم مرض درن، أو أنه اختلط فيهم يكون لابس الكمام وماخذ الإجراءات الوقائية. دكتورة، قبل أن أختم هذا اللقاء، نصيحة للمواطنين والمقيمين. لا تترددون، تعالوا في عياداتنا مكافحة الدرن. طبعا اليوم العيادة الجديدة في محافظة اللحمدي، بس عندنا عيادة في العاصمة في مركز الصقر الصحي، والعيادة الرئيسية في مبنى وحدة مكافحة الدرن في منطقة الصباح. أي أحد شاك أن عنده أعراض، خايف من أحد، في عامل منزلي بدأت تظهر عليه أعراض من سائق أو خادمة، لا تترددون وتعالوا سووا الفحص. يعطيك العافية الدكتور عواطف الشمير، رئيس وحدة مكافحة الدرن في وزارة الصحة. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من مركز
علي صباح السالم الصحي في محافظة الأحمدي في منطقة علي صباح السالم لخدمة المواطنين والمقيمين. هذه عيادة جديدة راح تفتتح إن شاء الله اليوم لخدمتهم، ومثل ما تفضلت الدكتورة أي واحد مثلا يعني يصاب في مرض الدرن أو أنه يحس أنه هو مصاب في مرض الدرن، هذه العيادة مفتوحة للمواطنين والمقيمين. راح نرجع للزملاء تكملة فقرات برنامج صباح الخير لكم الهوى، تفضلوا. انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة من بدء حملة التطعيمات، وللأسف أحد هذه المعلومات أن التكنولوجيا المستخدمة في التطعيمات المتوفرة في الكويت هي تكنولوجيا جديدة ولم يتم تجربتها على البشر من قبل. طبعاً تكنولوجيا الرنة المرسال تم تجربتها سريرياً على البشر من عام 2013 لضد أمراض معدية كثيرة، وكذلك تكنولوجيا النقل الفيروسي تم اعتمادها من 2010، وهناك لقاحات معتمدة عالمياً باستخدام هذه التكنولوجيا. المعلومات المغلوطة الأخرى هي أن التطعيمات الكورونا لم تمر بنفس مراحل الترخيص والتدقيق المعتمدة، وهذا غير صحيح. مرت لقاحات كورونا على المراحل السريرية الثلاث، وتمت مشاركة أكثر من 30 إلى 50 ألف مشارك في هذه الدراسات، وحاليا هناك لدينا معلومات ما بعد الترخيص تشمل أكثر من 350 مليون جرعة أعطيت أثبتت مأمونية وفعالية اللقاح. مشاهدينا قبل الختام نذكركم بأن يمكنكم الآن تحميل تطبيق كويت تي في أو عن طريق الكيو آر وطبعا الباركود اللي موجود أسفل الشاشة لمتابعة جميع قنوات تلفزيون دولة الكويت خصوصا خلال الشهر الفضيل، حيث يحرص تلفزيون الكويت وكعادته دائما على التنوع الشمولي للبرامج والمسلسلات التي تلبي رغبات كافة أفراد العائلة، وراعت في الوقت ذاته الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم جراء جائحة كورونا، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. مشاهدينا قبل ما نختم نذكركم بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأيضا التسجيل لتلقي التطعيم، حفظ الله الجميع إن شاء الله. يا رب العالمين نبيها صفر، وشدوا حيلكم وروحوا طعمه، نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.